مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. عندنا النهارده اسرتنا الحلوين وصلوا بامان وسلام، وهنبتدي نرحب بيهم على طول ونشوف مين بقى معانا. معانا فريق بنات وفريق ولاد. البنتين الحلوين عشان ليديز فيرست طبعا، وعشان يميني كمان الاستاذه اسمي خديجه ماجد. خديجه عندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. تمام، وبتحبي يقول الناس تقول لك خديجه مش خديجه؟ yes. صح، ماشي، خدت بالي طبعا. اوكي، الاستاذه فريده ماجد. فريده ماجد اكيد. اوكي، عندك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين، 8 و10. ماشي. ماما منار. منار، ازيكي يا منار؟ هاي، ازيك؟ انت بتشتغلي؟ لا، ربة منزل. اوكي، واخده بالك من فريده وخديجه قوي. ايوه. اوكي، بابا ماجد الشرقاوي. اكيد ماجد، صحيح. انا سالت السؤال. ازيك يا استاذ ماجد؟ الحمد لله. بتشتغل ايه؟ بشتغل في الفاشن. فاشن ريتيل. اه مظبوط. اوه نايس نايس. طب وانتوا من القاهره ولا منين؟ مظبوط، القاهره. شبرا. شو اجدع ناس، اجدع ناس، شبراويه. فريق الولاد الاستاذ مالك وياسين، صح؟ انتيمو، صاحبه الانتيم. أوه. مالك وياسين صاحبه الانتيم. قالوا لي كده. يلا مالك، قولي عندك كام سنه؟ 8 سنين. وباخد روبوت، كورسات روبوت. ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟ فهمني اكتر. يعني باخد شويه حاجات عن الروبوت، باخد عن الكهرباء. ازاي اعمل روبوت. نايس، انترستنج. ازاي اشغل مثلا النور المقطوع. أوه. كده. ده كورس بقى انت بتروح تاخد فيه الحاجات دي؟ ده ايه اللذيذه دي؟ لو انت في الليفل الكام؟ خدنا تو ليفلز. اه يعني خدت ليفلين. ده ايه يعني تقدر تعمل روبوت بعد كام ليفل كده؟ يا حلاوه، يبقى اقعد بقى اشرح لي الموضوع ده. ممكن؟ ماشي. اوكي، صاحبه الانتي ياسين مصطفى، عندي 7 سنين وداخله على 8. اوكي، وانت صاحبه مين ياسين؟ صاحبه الانتي. ايوه انا عارفه ان انت صاحبه الانتي. منين بقى؟ من المدرسه، من النادي، من جيران؟ مامته صاحبه مامتك؟ انتوا اسكندرانيه؟ احنا اسكندرانيه. اجدع ناس والله. انتوا بقى جيران ولا ايه؟ لا احنا مش جيران، احنا هو شقتي قدامي. احنا مش جيران. يعني هو شقته قدام شقتي. عماره. عماره قدام عماره. قدام عماره، ده اسمها جيران يا حبيبي. مع بعض في المدرسه كمان. الايه؟ ومع بعض في المدرسه. ومع بعض في المدرسه كمان. ماشي. اوكي، مامت مالك. ايوه. رشا. أيوه؟ حاليا ربة منزل. اوكي، وكنت شغالي ايه؟ محاميه. عارفه حقوقك يعني؟ جدا جدا. كويس الحمد لله. بابا اسلام عبد الرحمن. عمل حر. عمل حر. اه ماشي يا فندم. انتوا اسكندرانيه؟ اه. عندنا اسكندرانيه وعندنا شبراويه، وحلقه هتبقى عاليه عاليه عاليه. يلا بينا نبتدي على طول رحلتنا ان شاء الله السعيده. قبل ما ابتدي الاسئله بتاعتي، احب اتعرف بقى عليكوا اكتر واعرف انتوا عارفين بعض اكتر قد ايه. قول لي يا بابا ماجد، خديجة مين صاحبتها الأنتيم في المدرسة؟ هانا. هانا، ماشي. قولي إسلام، مالك صاحبه الأنتيم أكيد إحنا عارفينه، هو جه معاه. أوكي، فهنسأل بقى على لونه المفضل إيه؟ مالك الأزرق. الأزرق فعلاً؟ ما أيوه صح. أوكي، طيب ماما قولي لي فريدة إيه أكتر حاجة بتضايقها من صحابها؟ ما بتحبش أتيتيودهم ال اللي ايه؟ اجريسيف ده. الاجريسيف ده؟ انت كده اجريسيف؟ اجريسيف مش كده خالص، بس ماشي. الكلام ده طبعا صحيح. اوكي. انت بقى، انا عندي، طب انا هسال بقى ياسين صاحب مالك الانتيم على مالك بيحب ايه يلعب جيم اكتر لعبه على الموبايل بتاعه؟ انت روبلوكس. ايه؟ روبلوكس. روبلوكس فعلا؟ ايوه ده صاحبه الانتيم، صاحبه الانتيم يعني. ماشي، نسال ماما على خديجه بقى. نسأل ماما على خديجة ونسألها ونقول لها خديجة إيه أكتر لون ما بتحبش تلبسه أبداً أبداً أبداً؟ الأسود. الأسود؟ إيه ده بجد يا بابا؟ فاشن إيه نظام؟ الأسود ده ملك الألوان. طب الحمد لله. ماما قولي لي يا ماما إيه أكتر أكلة بيحبها مالك؟ أكتر أكلة المكرونة والبانيه. المكرونة والبانيه، يعني. ماشي. طب أنا ده صحيح الكلام ده؟ ماشي. طب مالك قول لي بقى، أنت بقى صاحبك الأنتي هسألك عنه، قول لي بقى هو بيحب جدا يتفرج على ايه في التلفزيون؟ بيحب يتفرج على سبونج بوب. ده بجد؟ يا ولد انتيم انتيم يعني. طيب بابا اسم الميس بتاعت فريده بتاعت العربي؟ ميس طارم. رشا؟ لا. لا لا، مين يا بابا؟ اسمها، انا مش فاكر اسمها. مش فاكر اسمها. مين يا ماما؟ حاليا ميس دعاء. اكيد ماما عارفه طبعا، جروب الماميز. أكيد. أنا اللي أعلم. أكيد أكيد. بابا
اسم ميس الانجليش بتاعت مالك وياسين؟ صعب. ده ايه الاستسلام ده؟ صعب. صعب بجد؟ خالص. خالص. طب ماما عارفه. هو ياسين في كلاس ومالك في كلاس. طب مالك ومين الميس بتاعته؟ اعتقد هاجر. بتاعت مالك؟ اه. اعتقد؟ اعتقد. طب بجد؟ طب وياسين؟ الحمد لله. لا ياسين بصراحه ما اعرفش. ده مالك اعتقد يعني ممكن اصلا. اعتقد هنسال على ياسين. طب احنا نبطل اسئله لحد كده ونخش في موضوعنا عشان ايه مش عايزين نتفضح اكتر من كده.